نروح بقى للاجتماع الفني لمباراه الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي وسان جورج الاثيوبي مساء امس تقريبا او مساء اليوم بمقر النادي الاهلي بالجزيره بحضور مندوبين النادي الاهلي طبعا ومسؤولي الاتحاد الافريقي وحضر ممثلا عن النادي الاهلي كل من الكابتن سمير عدلي المدير الاداري وماهر عبد العزيز ورأفت ابراهيم ومحمد اسامه اداريو الفريق ده طبعا للاتفاق على كافه الاجراءات التنظيميه الخاصه بالمباراه واسفر الاجتماع طبعا عن ارتداء الاهلي الزي التقليدي المكون من القميص الاحمر والشورت الابيض والشراب الاحمر على ان يرتدي حارس الاهلي الطاقم الازرق فيما يرتدي فريق سان جورج الطاقم الاصفر والحارس الطاقم الفسفوري وناقش طبعا الحضور كافه الضوابط الخاصه بمباراه وموعد وصول الفريقين الى استاد القاهره يعني اجواء المباراه خلاص بقى بنخش فيها ونخش كمان في تفاصيل المباراه وده شيء مهم جدا عندنا لقاء مهم النتيجه بتاعه الماتش الاولاني ريحتنا كتير جدا وهيبقى فيه زي ما حضراتكم عارفين الروتيشن اللي بيعمله مستر كولر ده شيء برضو مهم لان الموسم ده موسم طويل جدا والموسم اللي احنا فيه ده تحديدا الاهلي هيلعب بطولتين افريقيا دوري السوبر الافريقي ودوري ابطال افريقيا فمحتاج كل اللعيبه واكيد الروتيشن هيبدا من بدري جدا ومستر كولر بدا بالفعل في ده يعني